هناك العديد من المصطلحات الدالة على الاضطرابات السلوكية، والتي تتمثل جميعها في شكل من أشكال السلوك الانفعالي غير الاعتيادي، بالتالي تستدعي معها نوعاً من التربية الخاصة. فالاضطراب السلوكي هو ذلك السلوك الانفعالي المتطرف والمزمن، والذي يبتعد عن توقعات المجتمع وثقافته ومعاييره. هي انحراف سلوك الطفل عن السلوك القويم. يفترض أن الطفل يولد بفطرة سليمة وبحس صحيح، ولكن من الذي يساهم في حرف هذا الطفل عن السلوك الصحيح؟ غالبا سوف نعرف من خلال الأسباب. إذن الاضطرابات السلوكية هي انحراف الطفل عن السلوك الصحيح. هذا السلوك قد يكون نفسي، قد يكون اجتماعي، وقد يكون صحي أيضا. أنواع الاضطرابات السلوكية والانفعالية: اضطرابات في السلوك الخارجي، النشاط الزائد، العدوانية، إلحاق الأذى إما بالأشياء أو نحو الذات أو نحو الآخرين، الجنوح أو جنوح الحدث. يعرف الجنوح من قبل القانون بأنه الأفعال غير الشرعية أو غير القانونية التي يرتكبها الحدث من الجرائم كالسرقة. الاضطرابات السلوكية الداخلية: الاكتئاب. من الصعب التعرف إلى الاكتئاب عند الأطفال، ويختلف سلوك الأطفال عند حدوث الاكتئاب عنه عند الكبار. الانسحاب يتفاعل بشكل قليل جدا مع الأتراب. الاضطرابات السلوكية قليلة الحدوث. الفصام نوع من الاضطرابات النفسية، وهو نادر الحدوث ويتطلب عناية شديدة عند حدوثه، ويتعلق بحصول أوهام غريبة. التوحد هو سلوك يظهر مشكلة في التفاعل الاجتماعي. هناك أنواع كثيرة، منها السرقة، الكذب، الخوف، الخجل، الاكتئاب، اضطرابات سلوكية نفسية صحية كما قلنا. هناك أنواع كثيرة، سوف نأتي بأمثلة بسيطة عن كم الكبير من الاضطرابات السلوكية التي يتعرض لها الطفل. فهناك من الحس السليم للطفل أن يكون صادقا، لماذا يكذب؟ أن يكون أمينا، لماذا يسرق؟ أن يكون شجاعا، لماذا يخاف؟ أن يكون مقداما، لماذا يخجل؟ كل هذه الاضطرابات لها أسباب نفسية أساسها تربوي نتيجتها اجتماعية. إن النظر في سلوك الطفل مسألة لابد منها لتقرير حياته النفسية، فالاضطرابات السلوكية كثيرة الوقوع عند الأطفال، ولكن لكل سلوك سبب. أحياناً يكون الانحراف السلوكي بسبب عوامل وراثية أو تربوية أو انفعالية تهيئ للشخصية الجنوح نحو السلبية، وأحياناً أخرى يظهر اضطراب السلوك نتيجة تجارب وظروف حياتية مبكرة ينشأ عنها إخفاق في معنويات الطفل ينعكس بوضوح في سلوكه. وهناك أيضاً الكثير من الحالات السلوكية التي لا تعود بالضرورة إلى دافع محدد أوجدته إحدى هذه العوامل، فقد ينحرف الطفل سلوكياً رغم أن كل الظواهر تؤكد على أن الأجواء المحيطة به ملائمة وطبيعية وصحية. وهذه الملاحظة تفرض علينا وباستمرار أن نأخذ في عين الاعتبار الواقع الكلي للطفل إذا شئنا أن نتوصل إلى تبرير منطقي لحالته. كما ذكرنا أن هذه الاضطرابات تأتي بسبب سوء تربية للطفل،
تعرض الطفل إلى تربية خاطئة تؤدي به إلى حرف حسه السليم، فطرته السليمة عن الاتجاه القويم الذي فطر عليه الإنسان. لذلك نرى أن الأطفال في بداية حياتهم عندما يقعون في بيئة اجتماعية غير سليمة، فنرى أن هذا الطفل يصحح الخطأ لوالديه، لأنه تماما يعرف أي السلوك يعني أيها أصح. ولكن مع التطور ومع الضغوط الاجتماعية قد يتعرض للضرب، قد يتعرض للإهانة، قد يتعرض لمجمل من الضغوطات التربوية، فيصبح يعني قادر على تعلم السلوك الخاطئ بدل أن هو جاهز كان لتعلم السلوك الصحيح. لماذا تعلم هذا السلوك الخاطئ؟ أحيانا الأهل يتفاجؤون، ولكن الحقيقة هم يكونوا السبب. إذا من هو السبب في هذه الاضطرابات السلوكية؟ إنهم الأب والأم، هم القدوة الأولى التي يتعلم ويقلد الطفل والديه. هذه الأسباب المتمثلة بالأم والأب الذين يتفاجؤون بمدى الاضطرابات التي يعاني منها الطفل، هم لا ينتبهون أن التربية بالتقليد وليست بالترديد، أي أن الأب والأم هما قدوة الطفل في أي سلوك، فإذا كان سلوكهما صحيحا تعلم الطفل السلوك الصحيح، وإذا كان العكس فالعكس. لذلك علينا أن ننتبه كآباء من القيام بهذا السلوك أمام الأطفال أو أي سلوك، لأنهم يعني لديهم عين ثاقبة، عين أدق من العدسة، وهم باستطاعتهم أن يتعلموا السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ. جبلوا على هذه الطريقة في التربية، لذلك علينا أن نكون قدوة حسنة. تأتي أيضا الكثير من الاضطرابات من خلال ليس فقط القدوة والاقتداء، وإنما أيضا التأثير. بمعنى هناك مثلا يعني إذا قلنا سلوك الكذب والسرقة تأتي بالقدوة، فينتبه الآباء بأن طفلهم مثلا يعني يدخل يده في جيب أخيه، أمه، أبيه، أو يأخذ من محفظة الآخر في المنزل، يعني لم نذهب الآن إلى الروضة أو المدرسة، في المنزل، فتكون هذه القضايا اعتيادية. علينا أن نعود الطفل أن لا يتجاوز حدوده، فمثلا يأخذ أغراض أخيه أو أخته أو أمه أو أبيه إلا بعد استشارتهم أو أخذ الإذن منهم. هذه القضايا لا ينتبه لها الأباء، فتقوم الأم مثلا بفتح محفظة الطفل، ترتيب أغراضه بنفسها. هذا العمل يعتقد الطفل بأنه شيء طبيعي، أنه أنا أخذ من محفظة أمي وأمي يعني أيضا تتناول محفظتي. هو يعتقد في البداية أن هذا الأمر طبيعي، ولكن عندما يذهب إلى الروضة وأيضا يمد يده على محفظة زميله، هنا تصبح الطامة الكبرى. لذلك على الأهل أن يربوا الطفل أن هناك حدود وخطوط حمراء يجب أن لا يتجاوزها الطفل، ثم أن الأم التي تحضر ثياب الطفل وتلبسه وأيضا تحضر محفظته إلى الروضة مثلا أو إلى المدرسة، هنا تقوم بعمل خاطئ، لأنها يجب أن يعني تحاول أن تعلمه أولا أن يقوم بهذه الأشياء بنفسه، وإذا قامت بها هي عليها أن تطلب الإذن منه لكي يطلب الإذن منها. هنا تأتي عملية التقليد وعملية كالأم أن تكون قدوة في طلب الإذن،
قدوة في الاعتذار، قدوة في ترتيب الأشياء، وأيضا قدوة في تحمل المسؤولية، بمعنى أن الطفل يجب أن يتحمل مسؤولية محفظته، مسؤولية أشيائه الخاصة، ولا أن يعني نتدخل في عملية ترتيب الأشياء إلا إذا طلب الطفل المساعدة حتى لو كان صغيرا. طبعا نحن نقدم الأشياء ونقدم المهمات للطفل وفق عمره الزمني المناسب، لا نطلب منه مهمات يعني لا يطيقها، مهمات لا يستطيع القيام بها. علينا أن نحدد تماما ما هي الأشياء التي يمكن أن يستطيع أن يقوم بها الطفل، فمثلا تزرير الأزرار، اختيار الألوان، ربط الحذاء، تفريش الأسنان، كل هذه القضايا يمكن أن يقوم بها الطفل عمره مثلا يبدأ بعمر السنتين، سنتين ونصف. طبعا هذا حسب ما عودت الأم الطفل، ويفضل أن تعوده من مراحل مبكرة جدا، يعني حمل الملعقة ممكن أن يتم في عمر مبكرة. طبعا قد لا ينجح الطفل في قدرته إدخال الطعام عبر الملعقة إلى فمه، ولكن هذا لا يعني بأنني أضربه مثلا أو أهينه أو أحل محله في القيام، إنها عملية تدريب في القيام بإدخال الملعقة والطعام إلى الفم بشكل جيد، إنها كما قلنا عملية تدريب. هذا التدريب يحتاج إلى يعني صبر وأنات، يحتاج إلى أعداد. فمثلا الأم التي تريد أن تعلم الطفل على حمل الملعقة والطعام، وهذا شيء مهم جدا لشخصيته ولحياته المستقبلية، يمكن أن تحضر مثلا قطعة من البلاستيك، تلبسه قطعة من البلاستيك، تضعه في كرسي وطاولة حتى لا يتحرك كثيرا، ثم تقوم بعملية التنظيف، وتكون توجيهاتها غير مباشرة أو لطيفة، يعني هكذا نحمل الملعقة، هكذا لا نكسر الطعام، وكلما كان الطعام غير سائل أو غير يعني ناعم بحيث أنه ناشف كثيرا، هذا يساعد الطفل في عملية تناول الطعام بشكل جيد. من هنا تأتي كل هذه العمليات، يعني هذه التفاصيل البسيطة، عندما تدخل الأم يدها في محفظة الطفل، يعني هذه يعتبرها أنه أمر طبيعي، هي تتناول أشياء من محفظته، هو يتناول أشياء من محفظتها، ويتناول أشياء من محفظة الآخر. هنا عملية تربية وليست عملية سرقة، لذلك هذه التصرفات البسيطة التي نراها اعتيادية وتقوم بها الأم يوميا، هي التي تساهم في البداية في عملية اعتبار هذا السلوك سرقة، إنه يعني نية الطفل ليست السرقة في البداية، ولكن عندما نسمي هذا السلوك بأنه سرقة، هنا نبدأ بعملية تعليم الطفل السرقة. هذه مشكلة خطيرة، عندما نسمي المصطلح ونقول أنت كاذب، أنت سارق، كأنك تقول أن تعلم هذه الفكرة، وليس يعني محاولة منك أن تبعده عنها، تمام؟ لذلك علينا أن نكون محتاطين تماما في التعامل مع الطفل. فمثلا كيف يعلم الطفل الأب، كيف يعلم أولاده الكذب؟ عندما يطرق الباب ويقول قل له أنني لست موجود، وهنا تبدأ عملية الكذب. هنا الأب يعلم الطفل الكذب، وهو لا يصدق أنه يعني أحدهم يقول أنا أعلم أطفالي الكذب، هذا غير معقول، ولكن لا ينتبه إلى تصرفاته ولا ينتبه إلى هذه الكلمات الدقيقة، حتى أن الطفل في البداية يكون غير يعني متقن لهذه الكذبة، فيقول لك بابا أنه غير موجود. هنا يعني قد يضرب الطفل لأنه كشف الحقيقة، لذلك هذه الضربة هي التي تعلمه أيضا على ثبات الكذب، وتعلمه كيف يساهم في عمليات النصب والاحتيال والفساد وكل هذه القضايا فيما بعد. لماذا نقول نحن أن التربية هي الأساس، والتربية البيتية، الأب
قدوة والأم قدوة أخرى، يجب أن نحتاط إلى كلامنا، يجب أن ننتبه إلى تصرفاتنا، علينا أن نكون قدوة في ثقافة الاعتذار، قدوة في ثقافة التعاطي مع الآخر، أن ننتبه أن لا أحل محل ابني في كل شيء، لا أنظف له محفظته ولا أفرغها من محتوياتها إلا بالإذن منه. طبعا الأم تستطيع أن تقوم بكل هذه الأشياء في غياب الطفل، ولكن بوجوده عليها أن تطلب الإذن منه حتى يطلب الإذن منها، ويطلب الإذن من رفاقه بالمدرسة، ويطلب الإذن من معلمته بشكل جيد. لذلك نقول أن هذا الطفل حصل على تربية سليمة، وهذا الطفل حصل على تربية سيئة. من ماذا؟ من خلال القدوة. من المحتمل أن يعيش الطفل في منزل يؤذيه، لذا يجب أن ينتقل إلى منزل آخر. وفي حال عدم تعرض الطفل للإيذاء في الوقت الحالي، فعليه أن يخضع للعلاج السلوكي تحت يد الطبيب المختص لتعلم كيفية التعبير أو التحكم في مشاعره وضبط سلوكه، كما يمكنه وصف العلاج المناسب له في حال معاناته من اضطرابات عقلية أخرى كالاكتئاب أو قصور الانتباه وفرط الحركة. في البداية الوقاية، الوقاية خير من قنطار علاج كما يقال. لذلك علينا الانتباه لتصرفاتنا، ولنعلم بأن الطفل يراقبنا تماما، حتى لو كان يظهر عدم المراقبة، حتى لو اعتقدنا بأنه لا يسمع حديثنا، بأنه لا يرى تصرفاتنا. على العكس، الطفل كل عقله وفكره مشدود وبحالة انتباه كامل لأهله أولا وللمحيط من حوله. لذلك علينا أن نحترم هذا الطفل أولا، احترام عقل الطفل، احترام حواس الطفل، احترام إدراكات الطفل، لنعتبر أن هذا الطفل شخص حقيقي موجود بيننا، له مشاعره وله حواسه وله إدراكاته التي نبنيها لبنة. علينا أن نكون حذرين جدا في التعاطي مع الطفل. لذلك يجب أن لا يكون هناك عدد كبير من الأطفال، لأن يعني تفلت الأمور، زمام الأمور يفلت من بين الأبوين ومن بين يديهما، وبالتالي تصبح عملية التربية عملية صعبة جدا ومرهقة، حتى أن تدب الخلافات الزوجية بسبب كثرة الأولاد وتنتهي نهاية وخيمة. لذلك علينا أن ننتبه تماما لهذه الحواس الحساسة جدا، المتفهمة جدا، المنتبهة جدا. واحترام، هذه كلمة الاحترام كلمة ليست سهلة أبدا. هناك الكثير من الناس لا يحترمون مشاعر الأطفال، وآخر شيء يفكرون به هو مشاعر أبنائهم. يراعون مشاعر الغرباء، يراعون مشاعر الكبار، يراعون مشاعر بعضهما، ولكن مشاعر الأطفال لا تراعى أبدا، لا بعملية الاحترام ولا حتى الضيافة، حتى سماع الكلمات المسيئة لعقل الطفل، الجارحة لدماغه والجارحة لمشاعره. هذه الكلمات ليست سهلة، تحتاج إلى تربية من يعني كما يقول المثل التربوي، رب الطفل قبل 20 سنة من ولادته، ونقول قبل 30 سنة من ولادته أيضا بسبب تأخر سن الزواج. على الأبوين قبل أن ينجبا أطفالا أن يعرفوا ما معنى الطفولة، ما مدى احترام الطفل. هذا الطفل هل يفهم أو لا يفهم؟ إنه يفهم، خلق الطفل يفهم منذ المرحلة الجنينية، يحس ويشعر،
ويدرك بعض الإدراكات، يتذكر صوت أبيه إذا كان يحدثه في المرحلة الجنينية، ويتذكر طبعا ولا يعني ومنذ اليوم الأول يعرف أمه وكل هذه التفاصيل، ولكننا ليس لدينا دراسات تؤكد هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقة وقد أكدتها دراسات كثيرة، إلا أننا لم نؤمن بعد إلا بالشيء المحسوس والذي نلمسه تماما، هذا للأسف طبعا. لذلك علينا ألا نجرح مشاعره، علينا ألا نسخر من مشاعره، ألا نخجله أمام الآخرين، أن نعتبر أن هذا الطفل إنسان مثلنا تماما، ولكن يعني إنسان كبير بحجم صغير. هذه الفكرة التي تجعلنا نحترم هذا العقل، نهتم بشؤونه، لا نفرض عليه كل الشروط المجحفة التي قد لا يتحملها الكبار أحيانا. أيضا كما ذكرنا عدم السخرية أبدا، عدم يعني توجيه الكلمات النابية والمجحفة بحقه، فإذا مثلا قلت للطفل أنت غبي بالصدفة تحدثت بهذه الكلمة، فالطفل فعلا يعتقد بأنه غبي. لماذا؟ لأن الأهل هم الذين يكونون صورة الذات عند الطفل، الأهل هم الذين يرسمون هذه الشخصية، يرسمون هذه الشخصية من خلال قبولاتهم، من خلال كلماتهم، ومن خلال تصرفاتهم وتربيتهم وحضنهم للطفل. لذلك علينا أن نحتضن الطفل، أن نربت على كتفيه، وأن نشجعه تماما حتى وإن كانت المهمة صغيرة والعمل الذي قام به بسيط، ولكن ألا نبالغ في التشجيع، يعني أنت بطل خارق، أنت همام ومقدام. على العكس، يعني كلمات جميلة، جيد عملك، أنت شاطر، كويس، جميل، إلى آخره، دون المبالغة بتفخيم هذا الطفل حتى يعتقد أنه سوبرمان، ولا تقليل من شأنه حتى يعرف بالضبط إطاره الحقيقي وصورته الحقيقية. بإمكاننا أن نجعله يعرف حدوده برسم دائرتين مثلا وتلوينهما، وعدم الخروج، خروج التلوين خارج الخط الأحمر، وبالتالي يعرف أن له حدود عليه أن يلتزم بها كما يلتزم الآخر بحدوده، وبالتالي لا يسمح للآخر أن يتجاوز حدوده مع هذا الطفل، ولا يسمح لهذا الطفل أن يتجاوز حدوده مع الآخر. التربية مسألة دقيقة جدا، تحتاج إلى تعليم، وتحتاج إلى تثقيف، وتحتاج إلى استمرارية في التدريب، وتحتاج إلى مرشد أسري يساعد الأسرة على التعاطي في هذه الأمور، ومراجعته واستشارته في كل صغيرة وكبيرة حتى لا تقع المشكلات الكثيرة. ويبقى الحب هو الترياق الذي يشفي كل الجراح النفسية.